آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في اللقاء السابق اتفقنا على أن نبحث موضوع قوانين القرآن الكريم، والقانون كلمة دقيقة جداً، يعني علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. إن ألغي الدليل أصبح تقليداً لا قانوناً، إن ألغيت مطابقة الواقع صار جهلاً، إن ألغي القطع كان وهماً أو شكاً أو ظناً أو غلب الظن. أما علاقة مقطوع بها 100% بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل، هذا تعريف القانون. بيقابله بالدين السنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني هذا القانون بيطبقه واحد غني بيقطف ثماره، فقير بيقطف ثماره، قوي بيقطف ثماره، ضعيف، من علية القوم، من دهماء القوم، أي إنسان كائنا من كان طبق هذا القانون قطف ثماره. فأنت ما يهمك أي تقييم أرضي، اركله بقدمك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. سلمان فارسي، سلمان منا آل البيت. أبو لهب قرشي هاشمي، تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن في قوانين، فالبطولة أن تعتقد أن هذه القوانين من عند الله مقطوع بها، يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه القوانين. قوي، ضعيف، كبير الشأن، صغير الشأن، غني، فقير، صحيح، مريض، أي إنسان كائن من كان طبق هذا القانون قطف ثماره. يعني هو في تعامل، أيام بيكون في مدير لمؤسسة لشركة، بيكون تعامله مزاجي، ما عنده قانون، بيرضى لسبب تافه ويغضب لسبب أتفه، ما في قاعدة عنده. في مدير عام مريح جدا، عنده قواعد، مضى سنة ما أخذ إجازة تترفع، ما في شكوى عليه تأخذ تعويض زائد. لما أنت تتعامل مع القوانين ترتاح، ما بيهمك مشهور غير مشهور، من علية القوم من دهماء القوم، صحيح مريض، غني فقير، قوي ضعيف، قانون طبقه بتقطف ثماره. أخواننا الكرام، هذه القوانين كثيرة. إن شاء الله نحن كل أسبوع أو كل أسبوعين في عندنا قانون نشرحه. القانون الأول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي إنسان أراد لقاء الله، معنى لقاء الله عز وجل يعني في مفهوم محدود جدا غير شمولي، الموت، لا مو الموت، لقاء الله أن يتصل بالله، الخط سالك، أن يقبل على الله، أن يدعو الله، أن يستجيب الله له، أن يسأله التوفيق يستجيب الله له فوفقه بزواجه، بمهنته، بحرفته، بعلاقته بمن حوله،
علاقته بأولاده، يعني بنود التوفيق بالملايين البنود. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الاتصال بالله، الإقبال على الله، الدعاء، القرب، يعني تقرأ قرآن تبكي، بتصلي بتحس بقرب الله عز وجل، هذا لقاء الله عز وجل. الصلاة حينما تؤدى شكلياً انتهت، يعني هو الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. أركان الإسلام، أركان الإيمان والإسلام، الفقير ما في عليه زكاة، والمريض ما بيصوم معه رخصة، بعدين بيأديهم بعد وقت، إلا الصلاة الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، هي الصلاة لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، دعا خشع قلبه، سأله أعطاه، استعاد به أعاده، استنصر به نصره، ناجاه في الليل فبكى، لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو، بالمناسبة نحن في عنا جملة باللغة العربية اسمها الجملة الشرطية، مثلاً من يجتهد ينجح، في عنا فعل الشرط وجواب الشرط، والعلاقة بين فعل الشرط وجوابه علاقة حتمية، من يجتهد ينجح، من يسأل يجاب. فأنت بس تقرأ آية فيها فعل شرط وجواب شرط وأداة شرط، من أو إذا، من أو إذا، أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، هي الصيغة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه فعل الشرط، فليعمل عملا صالحا، جواب الشرط، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخواننا الكرام، الآن فليعمل عملا صالحا، يعني أكاد أقول علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، العلة يعني السبب. بعت ابنك لباريس يدرس دكتوراه بالسوربون، مدينة عملاقة كبيرة فيها ملاهي، دور سينما، مسارح، أسواق تجارية، حدائق. علة وجود ابنك في هذه المدينة العملاقة شيء واحد، هو الدراسة. هلا أنت اسأل سؤال آخر، ما علة وجودنا في الدنيا؟ ليش؟ لما أنت في الدنيا؟ لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ ما الدنيا؟ حياة دنيا، معنى في حياة عليا، هو في مرض، في فقر، في قهر، في شدة، في امتحانات، في زوجة سيئة أحياناً، ابن عاق، مرض عضال. أما الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن كان يرجو لقاء ربه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا اتصال، في معك خط ساخن إلى الله، بتناجيه بالليل تحس بسعادة كبيرة، وبالآخرة جنة. لذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الصالح يصلح للعرض على الله، يعني مثلا بائع أقمشة جاءته امرأة وضيئة، ملأ عينيه من محاسنها أثناء بيع أو شراء، أذن الظهر راح ليصلي، ما دام ملأ عينه من محاسن امرأة لا تجوز له، هل يستطيع أن تنعقد له صلة مع الله؟ اعتقد يقيناً أي مخالفة هي حجاب بينك وبين الله. أنا أقول للمؤمنين أكبر عقاب
يعاقب به المؤمن المقصر أنه يحجب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأجمل عطاء إلهي يكون معك خط ساخن إلى الله، فيك تناجيه، تسأله، تدعوه، تستعين به. ما دام في خط ساخن فيك تقبل عليه، تسأله بقلب خاشع بسعادة بالغة، فأنت موصول مع الله عز وجل. شوف الآية، هي أول قانون: فمن كان من بني البشر يرجو لقاء ربه، يتصل فيه، أن يدعوه، أن يتوكل عليه، أن يناجيه، أن يسعد بقربه، الثمن: فليعمل عملا صالحا. أنت كائن متحرك، هذه الطاولة كائن ثابت، جماد، أنت كائن متحرك، ما الذي يدفعك إلى الحركة؟ الحاجة للطعام والشراب، حفاظاً على بقاء وجودك كفرد. في حركة ثانية، بعد ما أخذت شهادة عليا وقلت عمل معقول واستأجرت بيت، بدك زوجة، هي حاجة ثانية، الحاجة إلى الزواج، الحاجة للطعام والشراب لبقاء الفرد، والحاجة إلى الزواج لبقاء النوع. لو ما في زواج هذا الجنس البشري ينقرض. أكل وشرب أمن بقاؤه كفرد، وتزوج وأنجب أمن الحاجة الثانية. في عنده حاجة ثالثة وهي أخطر واحدة، في عنده حاجة للتفوق، أن يشار إليه بالبنان، أول طبيب، أول مهندس، أول عالم. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، الحاجة الثالثة هي أخطر حاجة، هي تأكيد الذات بعلم النفس، أو التفوق، أو بقاء الذكر. مثلاً مليارات من البشر يأتون إلى الدنيا ويموتون ولم يدري بهم أحد، لكن مثلاً بالعالم الغربي أينشتاين جاء بالنظرية النسبية، ببلادنا الصحابة الكرام، القادة العظام، سيدنا صلاح الدين، هؤلاء القادة العظام والصحابة الكرام والمتفوقون في حياتهم الدينية، هؤلاء تركوا بصمة، تركوا أثر. فأنت ما بليق فيك أن تأتي إلى الدنيا وأن تغادرها ولم يدري بك أحد، هذا من دهماء الناس من عادتهم. لما لا تكون من أصحاب البصمات؟ تركت بصمة بالدين، في بصمات، ترك تفسير، ترك دعوة إلى الله واضحة جداً، مؤصلة، مطبقة، ألف كتاب انتفع به الناس، استلم منصب رفيع كان بخدمة البشر. والقضية والله سهلة يا أخوان، في متناول أي واحد منا. فمن كان يرجو لقاء ربه يفتح معه خط ساخن، يناجيه، يسأله، أن يدعوه، أن يقترب منه، الثمن واضح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، هي لام الأمر. العمل الصالح يصلح للعرض على الله، والعمل الصالح مقبول عند الله، والعمل الصالح وفق منهج الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك أخواننا الكرام، في شيء دقيق، هناك شرك جلي، من يعبد بوذا هذا شرك جلي مثلا، أما في بلادنا الإسلامية شرك جلي ما في، فضل الله عز وجل، بس عندنا شرك خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هي انتهت، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله.
في أمثلة دقيقة جدا. واحد بأيام الشتاء جالس مع أهله مع زوجته وأولاده، طرق الباب، جاءت صديقة زوجته، غرفة الضيوف باردة، قال لهم تعوا لعنا، هون أطفالكم، فقط أطفالهم، من يعلم الحقيقة؟ حاب يشوف صديقة زوجته شو وضعه. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، ما كان وما يكون وما سيكون، الرابعة دقيقة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لك دخل محدود، ماشي الحال، عندك بيت، عندك زوجة، لو إجاك فجأة 100 مليون دولار شو بتساوي؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه، الاتصال، الدعاء، أن يستجيب لك، أن يسمح لك أن تقبل عليه، أن يملأ قلبك غناً، أن يلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفالتين دنيا وآخرة، ويجعل لكم نوراً تمشون به. أي واضح كالشمس، يجعل لكم نوراً تمشون به. فأخواننا الكرام، الحاجة للدين حاجة مصيرية، حاجتك للهواء لا لوردة حمراء، حاجة مصيرية. إذاً فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، الصالح يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الشرك الجلي، من يعبد بوذا أو أصنام، أما الخفي أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. أخواننا الكرام، في ملاحظة مهمة جداً، الأقوياء يقبلون إنسان غير صالح بس له ولاء له، يقبلون، قد يكون منحرف، قد يكون زاني، ما دام عم يقدم مساعدات للقوي يقبلوا، إلا الله عز وجل لا يقبل إلا طيباً، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. مستحيل أن يفتح الله لك طريقاً إليه وأنت على خطأ، على كسب مال حرام، على تجاوز الحدود. الله عز وجل غني عنا، أنه يسمح لك تقبل عليه، يسمح لك تبكي بالصلاة، يسمح لك تفهم القرآن، يعينك على طاعته، يتجلى على قلبك، يكون بيتك جنة، هي بدها استقامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني مثلا إنسان غير صالح له أعمال ما ترضي الله، ما بيقدر يصلي، أو بأدق من هيك ما بيقدر يعقد مع الله صلة، بس فيه يتوضأ ويوقف يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد، هي حركات الصلاة وقراءات الصلاة. أما أن تنعقد لك صلة مع الله، أن تناجيه ليلاً، أن تسعد بقربه ليلاً، أن تذرف عيناك بالدموع خشية منه، يبدأ استقامة. يعني من الآخير يا أخوان، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. كلمة آسية، ما في استقامة، الدين فولكلور،
مع الأسف الشديد القرآن قرئ في باريس على أنه فولكلور شرقي، فولكلور شرقي. الدين من دون استقامة تراث، عادات، تقاليد. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. مع الله ما في، مع الله ما في ذكي في مستقيم. قد ما كنت ذكي ونمقت كلامك وحسنت وضعك وكان مظهرك رائع جدا، عند الله ما له قيمة شيء كله. رب أشعث أغبر ذي طمرين، ثوبين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخواننا الكرام، يعني للتقريب، في عنا فريق عماد، عميد، عقيد، نقيب، ملازم أول، ملازم، مساعد أول، مساعد ثاني، هيك 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 لتحت تحت تحت، مجند خدمة إلزامية. أقل رتبة بالجيش مجند، عم يؤدي خدمة إلزامية. أعلى مرتبة فريق. بيقدر هالمجند يدخل على قائد الفرقة بلا إذن؟ مستحيل، لا هو ولا عشر رتب فوق منه إلا بحالة واحدة. في مسبح، ابن قائد الفرقة عم يسبح، قام غرق، ألقى بنفسه وأنقذه، بيفوت بلا إذن، بيرحب فيه، بيوقف له، بيضيفه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، خدم له عباده، أخلص لعباده. إذا في عنده ثوب ما عم ينباع، بيجي أخبره نقي لي أنت لون على عيني، هذا أحلى لون، أنا عامل منه بنطلون. إذا في ثوب ما عم ينباع معه بيساوي منه بنطلون، هو بنفذ الثوب بيكون أبشع ثوب. هو مليون طريق للضحك على الناس دائما. الأمور مثلا، إذا قال لك الطبيب بدي 12 تحليل، فيك تناقشه؟ مرة كنت بلبنان زرت مستشفى، طلب مني 12 تحليل. أحد أخواني الكرام طبيب متفوق، طلع اللي بدك بس أول واحد، بس أول واحد، الباقي كله مناصفة بين الطبيب وبين المخبر. ما ممكن واحد يستقيم دون إيمان، إنه في معه أحياناً المهن الراقية ما فيك تناقشه، بدك عملية. في أيام إنسان بيجري عملية والمريض ما له بحاجة إليها بس دخله كبير، قال له قل له قيصرية، قال له ليش؟ قال له عادية بألفين، هي ب16000، هي ولادة عادية، قل له قيصرية. كل ما المهنة ارتقيت هالشخص الآخر ما في ناقشك فيها. مين بقى مين يلي بيراقبك؟ الله عز وجل. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. أخواننا الكرام، هلأ شو في أعمال صغيرة؟ بتتوضأ ماشي نملة على المغسلة، انتظرتها لحتى وصلت لفوق، عند الله محفوظة. يعني في أرض فيها حديقة وفي كم وردة هيك ما عزتهم، ليش ما عندهم؟ خليها وردة عم يسبح رب عز وجل. عم بعطيك أشياء دقيقة جدا، كل ما إيمانك ازداد ورعك بيزداد. بتحب كل الخلائق. أيام تطعم هرة بتحس بسعادة، تطعم مخلوق بحاجة إلى طعام. لذلك الإنسان لما بيخدم عباده وبيخدم مخلوقاته، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. النار إطعام الحيوان. والله شفت مرة ببعض الأخبار، يعني كنت رئيس جمهورية بتركيا، كيس قمح بالسطح أيام الثلج للطيور،
يعني ممكن تعمل عمل لوجه الله. والله الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، مليون عمل صالح متاح لك بالبيت، وسط البيت، بر الوالدين. ساعة واحدة قالت له بدي دواء يا ابني، قال له كله مسكر هلا، أمس خجلت سكتت ما حكيت. شو بيعرف في صيدليات منوبة ما بده يطلع جيب. أما لو فرضنا راح الدواء ما لقاه، بينام مرتاح على الحالتين الدواء ما أخذته، بس لما راح وبحث الدواء مفقود صار عند الله معذور. في حساب دقيق جدا، وكل إنسان بيحاسب نفسه حساب دقيق ينجو عند الله عز وجل. أخواننا الكرام، الآن شيء قريت الفكرة أحببتها كثيرا، قال في 300 مليون مصاب بأمراض في العالم، 300 مليون مصاب بأمراض سببها القذارة، والأمراض هي أقل نسبة بالعالم عند المسلمين في وضوء وفي اغتسال. الوضوء 5 مرات في اليوم، والاغتسال يوم الجمعة. أقل شعب بالعالم عنده أمراض القذارة المسلمون، فضل الوضوء. فأنت بس تعرف قيمة دينك، تعرف إيجابياته، تعرف هذا منهج الله عز وجل بتعبير معاصر، هي تعليمات الصالح. الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، لأنها جهة خبيرة. أضرب أنا مثلاً، أيام في أجهزة غالية جداً، في جهاز حقه 50 مليون، هذا جهاز تحليل دم، تعطيه نقطة دم يعطيه خلال دقيقة 12 تحليل. هذا الجهاز في جهة اشترته، والمعمل لسبب أو لآخر ما بعثوا التعليمات، فانشغلوه بدون تعليمات يعطبوه، وانخافوا عليه جمدوا ثمنه. التعليمات مو أهم من الجهاز؟ أهم. لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. القراءة طلب العلم، الله أعطاك قوة إدراكية قال لك اقرأ، في آيات كونية تكوينية وقرآنية. الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا نحن إن شاء الله بهالدروس القادمة في عنا كل يوم قانون، أو كل قانون يومين بحسب الوضع، إن شاء الله 30 قانون بدهم شي سنة تقريبا إن شاء الله، فصافي سلسلة معك بحث اسمه قوانين القرآن الكريم. والقوانين هي العلاقة المتينة الصحيحة القطعية، كل إنسان يفعل هذا يقطف ثمارا، ما عاد يهم وضعك، غني فقير، مشهور غير مشهور، من عائلة راقية من علية القوم، ما بيهمك، كن ابن من شئت. فهذا الإسلام عظمته يعني يقبل الغني والفقير والقوي والضعيف والصحيح والمريض، يقبل الجميع، والله عز وجل ربنا جميعا. فنحن ممكن نفتح مع الله صفحة جديدة ببيتنا، بعملنا، بنفسنا. أنت مكلف أن تقيم هذا الدين في نفسك أولاً، وفي بيتك ثانياً، وفي عملك ثالثاً. 3 حلقات، إن أقمت أمر الله في هذه الحلقات 3 انتهت مهمتك ومسؤوليتك. الآن بقي لك العمل الصالح، فأرجو الله أن يحفظ إيمانكم جميعاً، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم، وآخر وحدة لكم أيها الأردنيون واستقرار بلادكم، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، حافظوا عليها واشكروا الله عليها. الحمد لله رب العالمين.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة